يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر في بعض رسائل الجوال هذه الرسالة: اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك أن تغفر لي، فمنك حسناتي ومني سيئاتي، فهل هذا الدعاء صحيح؟ الدعاء يكون على وفق السنة، على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، لا نخترع أدعية من عندنا. أتوسل بك إليك، هذا ما ورد، هذا ما ورد. نحن لا نبتكر ألفاظا من عندنا ندعو بها. نعم.